بكم مشاهدينا الكرام، نعتذر عن هذا التأخير غير المقصود. نشرتنا قد بدأت للتو وفي أبرز عناوينها تتابعون: مسيرات منددة بالمقال المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام. المحكمة العليا ترفض طعنا تقدم به الحزب الحاكم في بلدية النعمة. رئيس حركة إيرا يتمسك باتهاماته للصحافة ويرفض الاعتذار. كما تتابعون في نشرتنا: دقيق السمك صناعة رائدة في نواليبو. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال برام العبيدي إنه متمسك عفوا، ليس هذا خبرنا الأول. نظم اليوم المئات من سكان العاصمة نواكشوط مسيرة راجلة تنديدا بالمقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وطلب المحتجون السلطات العليا في البلد الوقوف في وجه المسيئين لمقدسات المسلمين. وقد أثار المقال المنشور هذا الأسبوع جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني لما تضمنه من إساءة لا تجوز في حق المصطفى عليه السلام. وقد أثار مقال نشره شاب الأسبوع الماضي هذا الجدل، وأمر وكيل الجمهورية في محكمة ولاية نواليبو بإحالة الكاتب المتهم بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى السجن المدني بعد أن اعترف بنسبة المقال إليه وبكل ما ورد فيه من إساءات. ووجه الوكيل تهمة الردة وانتهاك حرمات الله إلى المدعو محمد والمحمد الشيخ والمخيطير، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني. ذات الرب الواحد الاحد خصب مسائل ما تنعد، خصب الشفاعه والمد للتمكين وكبر المقام بين الرسل، واللي تشهد عن محمد سيد الانام بالدين، وتم لا مقصد له للخير وتم القدام بالعداله والرحمه، سد باب الكفر ودقدق الاصنام في الاسلام الين يتوحد يا القمان وقالوا الكلام محمد رسول معصوم. أنا نحن هون مطالبين بالمفاسق ان يطبق فيه الشريعه، لا قاعد في الشريعه محمد يطبق فيه. وهذا ياسر البلقة وياسر التطوع للمقدسات وياسر مولي من الناس تقعد عنه، يلا ما يقعد عنه، وذا الراش اللي مسمع ليه اللي عاد فيه شمن يوخه على كرعي يحفت على كرعي من يوقف. الله أكبر، الله أكبر. سمعت عند العلامة محمد راتب النابلسي أن إذا كان رؤساءكم أشراركم وأغنياءكم بخلاءكم وأمركم بنسائكم فباطن الأرض خير لكم من ظاهرها، وإذا كان أخياركم رؤساءكم وأغنياءكم كرماءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم منها. ونحن الآن لا نعرف هل باطنها أم ظاهرها. هذا يسب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ويترك سوايع ويترك ساعات ونحن ناكل ونشرب وننام، وأين رسول الله منا؟ محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. قالت مصادر إعلامية اليوم في نواكشوط إن المحكمة العليا بنواكشوط رفضت الطعن الذي تقدمت به لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في بلدية النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي. وأوردت المصادر أن المحكمة قررت معاينة محاضر بعض مكاتب التصويت التابعة لمقاطعة وادي الناقة بولاية ترارزة. وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد تقدم بطعن في نتائج بلدية النعمة التي فاز بها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل في الشوط الثاني من الانتخابات. قال برام الداه العبيدي إنه متمسك بكل التهم التي وجهها إلى بعض الهيئات الإعلامية. وأضاف العبيدي إنه لا ينوي الاعتذار عما بدر منه لبعض الهيئات الصحفية الوطنية والدولية. وكان رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا قد اتهم السبت الماضي مكتب الجزيرة في نواكشوط ومواقع موريتانية بعدم المصداقية في التعاطي مع الشأن الحقوقي في البلاد. متمسكين باتهاماتنا وبنقدنا اللي مبني على الحقيقة ضد وكالة أخبار إنفو وطاقم الجزيرة المحلي اللي هون في نواكشوط به للجزيرة كقناة رائدة عربيا وإسلاميا ودوليا، ما عندنا عليها اي مأخذ. المأخذ اللي عندنا عليه
تركة البيضان وطفيلات البيضان هون اللي يشتغلوا في الجزيرة هون واللي مختطفين مهمة الجزيرة النبيلة في الحياد وفي توصيل الأخبار بصفة حيادية ونزيهة ومحولين مكتب الجزيرة هون شعور أداة دعائية ضد الحراطين وضد العبيد والعبيد السابقين وضد المناهضين للعبودية والانتهاكات حقوق الإنسان وعندهم تعاملات مشبوهة وخطيرة مع المخابرات الموريتانية ومن الدين واللي بوكالة أخبار إنفو اللي زورت علينا مقابلة ما هي خارجة قالت عني أنا عدلتها معهم فوتشي يوم الجمعة 3 يناير بعد قمعنا الدرك فهم أنا والحقوقيين والضحايا اللي جايين لتأبين موتاهم اللي انكتلوا ذيك الساعة زمن الأحداث قايل عن زورة علي أخبار إنفو مقابلة وقالت فيها عني تكلمت معاهم وعني قلت لهم عني ما اعتذر تماما للدرك وللحرس واعتذر للسلطات وعني مندد بالحقوقيين والضحايا عنهم اتلفوا اموال طائله وعدلوا وعدلوا هذا الكذب والزور. نظم العشرات من عمال شركه سامع التابعه لمجموعه سنين بمدينه واذب وقفه احتجاجيه تنديدا بمقال زميلهم محمد الشيخ والمحمد المفصول عن العمل على خلفيه اساءته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال المحتجون خلال هذه الوقفة إنهم براء من فعلة المحمد مطالبين السلطات القضائية بالتدخل من أجل تطبيق القانون. نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية ندوة لتقييم الانتخابات البلدية والتشريعية التي أجريت في موريتانيا في 23 من نوفمبر الماضي والتي شارك فيها عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني إضافة إلى بعض الإعلاميين والمثقفين. تقرير في الموضوع مع محمد جنجح محمد الحنفي. انتخابات 23 من نوفمبر بين السياسي والقانوني هو عنوان الندوة التي نظمها المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية. المشاركون في الندوة ناقشوا القوانين المنظمة للانتخابات في ضوء مقتضيات الحكم الديمقراطي ودولة القانون، حيث اعتبر بعضهم أن السلطة السياسية في موريتانيا استحوذت على دور السلطتين التشريعية والتنفيذية. للأسف نشاهد طغيان السلطة التنفيذية التي قامت بقرصنة واضحة على صلاحيات السلطتين الدستورية والتشريعية. السلطة التشريعية سلبتها ترتيب نساق الانتخابات وهي التي تحدد التواريخ والآماد، والسلطة الانتخابية سلبتها تحديد الآجال خصوصا بالنسبة للشوط الثاني. غموض المشهد السياسي الذي خلفته هذه الانتخابات وتراجع نسبة تمثيل المعارضة في البرلمان كان موضعا لحديث آخرين. ناحية النسبة أعتقد بأن المعارضة اليوم حضورها في البرلمان من ناحية النسبة أصبحت أقل نسبة حضورها في البرلمان، كانت حوالي 30 نائب من 95 واليوم أصبحت حوالي 30 دائما من 147. مهما تكون طبيعة الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة إلا أنها غيبت وجوها اعتاد عليها الشعب تحت قبة البرلمان وأدخلت آخرين قد يحتاج تقييم أدائهم إلى أكثر من ندوة. محمد ينجح المحمد الحنفي الوطنية. قام رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز اليوم بزيارة لمركز المركز الأمراض القلب التابع لوزارة الصحة، وكان هذا المركز قد أسس منذ فترة وتختلف الآراء حول الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لأمراض القلب لمرضى القلب والشرايين، حيث يعول المرضى المواطنون على هذا المركز لتوفير المزيد من الخدمات وتحسينها. محمد ناجي يرصد جانبا من الأوضاع داخل هذا المركز في سياق التقرير التالي. يقدم المركز الوطني لأمراض القلب خدمات صحية تنال رضا المرضى الزائرين والمحجوزين بشفافية بحسب القائمين عليه،
ولا توجد هنا رشوة. هذا المركز مركز في الحقيقة اقطع خطوات جبارة ملموسة، جميع فحوصه تجرى له وجميع خدماته تعدل له في الوقت، والممرض كل غرفة عدلنا فيها الإدارة صنعت جعلت مثلا خدمات تتماشى مع العصر، بحيث أن جميع المرضى تبدل لهم شراشفهم يوميا وينظفوا، والمرضى اللي في الغيبوبة يسحموا. وكان لهذا المواطن رأي مختلف. أنا نهليت نهار لين هون، كل نهار هم قال لي أخونا نبيك أنا ماني خلص كاس علي خمسة، النهار الأول خلص 25,000 أرايت روازم جورو اليوم اللي ما ودوات ما عدل سيارة يمولو اللي رأي ما شو ما قد قال نفس عليها. في جولتنا داخل أروقة المركز الوطني لأمراض القلب صادفنا زيارة مفاجئة للرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز، ورصدنا جانبا من شكاوى المواطنين إلى من يرونه المسؤول الأول عن أوضاعهم، وحملونا رسائل أرادوها أن تصل إلى الجميع. أولا شاكر الوطنية على نقل الحقائق إلى عتمة لا تقطعهم، ولهي نتكلم عن حقيقة الطب بعد زيارة للرئيس بعشر دقائق. أنا فيدي سكانير لأسبوع نروح نعدلها في كل طب هون، وإذا الطب ما فيه ماكينة تعدل السكانير ولا هو طب وتور. يبقى مطلب تحسين الخدمات وتوفير العلاج قائما كما هو حال هذه اللوحة التي اكتفت بهذا العنوان واستثنت كلمة علاج. شب حريق يوم أمس في مساكن وأكواخ بمنطقة الورف ولم يخلف ضحايا يذكرون، لكنه شرد عشرات الأسر. وكان حريق آخر قد اندلع قبل أمس في سوق عثمان، ما طرح تساؤلات عدة حول أداء أفراد الحماية المدنية الذين لم يتمكنوا من فعل شيء تجاه الحادثتين. الحماية المدنية في تقرير أحمد بدي. مصلحة الحماية المدنية الموريتانية أنشئت سنة 1969 بهدف حماية الأفراد وممتلكاتهم ضد أي خطر أو كارثة تتهددهم. هذا ما يقوله القانون المنشأ لمن يتبع لهم إطفائي موريتانيا. ما يهمنا من الأخطار والكوارث هو الخطر الأكثر شيوعا، فالحرائق تأتي على الأخضر من حشائشنا كل سنة ولا يسلم منها اليابس من عمران وغيره. أما البشر فلو نجوا فلأن أجل أي منهم لم يحن بعد. مقابل الملايين الثلاثة أو الأربع لدينا ما يناهز 300 رجل إطفاء تقريبا من أصل 30,000 رجل يجب أن تتوفر حتى نستجيب للنظم الدولية التي تقول إن كل 100 مواطن يحتاجون لإطفائي واحد على الأقل، على أن يكون مزودا بخرطوم ماء متحرك يمكنه من إخماد النيران. بعملية حسابية بسيطة توفر الدولة الموريتانية لكل 100,000 مواطن بدل 100 من المواطنين رجل إطفاء واحد، عليه أن يتحرك منفردا ليخمد النيران في فضاء يبلغ 300,000 كيلومتر مربع. عليه أن يقوم بذلك لوحده وبدون سيارة، ولا يمكنه أن يحمل خرطوم المياه لهذا الغرض، لأن خرطوم المياه الواحد يجب أن يغطي مساحة كبيرة. وعليه أن يكون جاهزاً لإخماد النيران في أماكن أخرى. هنا سيتساءل الكثيرين كيف سيتمكن رجل الحماية المدنية من القيام بعمله. انتهجت الحماية المدنية سياسة واضحة، وهي توفير الخدمة في عواصم الولايات ومقاطعات العاصمة 9، لكنها خدمات تبقى شكلية إلى أبعد الحدود، والسبب واضح وهو انعدام الوسائل وهشاشة المتوفر منها. خراطيم المياه المتحركة قليلة بل أقل بكثير من عدد الإطفائيين، هذا إضافة إلى أن النقاط المائية قد اختفت تماما من الشوارع، وإن ظلت متوفرة خلال سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. هذا الواقع أفقد الناس الثقة في رجل الإطفاء الذين لا يصل رجال الإطفاء عفوا الذين لا يصلون إلا متأخرين، وبعد أن يخمد الضحايا أو من بقي منهم الحريق ليتركوا الرماد للحماية المدنية، والتي بدورها ستذره في العيون غداة عيدها السنوي، متذرعة بعجزها وقلة حيلتها وهوانها على من يتصلون ببلاغات كاذبة. أفقدت المصالح المدنية هذه المرة الثقة في المواطنين، وهذا ما يفسر التأخر أو عدم التدخل في كثير من الأحيان. حجة مسؤولي الإطفاء ليست مقنعة تماما، لكنها حجة في النهاية، وقد انطلت علينا أو أقنعت السلطات لمدة تزيد على نصف قرن من الدولة الحديثة.
تتنوع المشاريع الاقتصادية في مدينة نواذيب، وتجذب صناعة دقيق السمك العديد من سكان المدينة الاقتصادية، حيث توفر لهم الدخل المناسب وتبعد عنهم شبح البطالة. مراسلنا في مدينة نواذيب لمن والمحمد أحمد يعرفنا بهذه الصناعة من خلال التقرير التالي. هي المنطقة الصناعية في نواذيب، وإن كان المكان يوحي أنك على شواطئ إحدى دول الساحل المجاورة، هنا داخل هذه العنابر تبدأ رحلة إنتاج وتصدير دقيق السمك إلى الأسواق الدولية، رحلة تمر بمحطات متعددة لمنتوج تكاد تخلو منه السوق الوطنية في وقت يشهد فيه رواجا دوليا منقطع النظير. مصانع دقيق السمك في موريتانيا مدرة للعملة الصعبة ومثيرة للجدل. الساكنة والمجتمع المدني الناشط في مجال البيئة بمدينة نواذيب ممن التقينا اجمعوا على الخطر الذي تشكله هذه المصانع على البيئة والإنسان. هذه الشركات مصانع دقيق السمك مرخصة من وزارة البيئة ووزارة الصيد على معايير عديدة يالله تحترمها، ما احترمت منها ايش سوشي المعيار الاول، يعني يالله تراعي البيئة البحرية تحترمها وتحاول علينا تطبق آليات ما أطلقها بيها. السبب الرئيسي للتدهور بمهام المؤسسات دقيق السمك اللي هما الازازين الفاري بهم اللي ما هم متابعين النظم العالمية اللي هم المؤسسات اللي نعطاهم الترخيص زايد على 40 ولا 50 مؤسسة، وجبروا ترخيص فوضوي نعطاهم ولاو خرص الطريقة اللي يالتهم يعود فيهم مؤسسات يعودوا على النظم العالمية. بين حاجة السوق وصحة البيئة تبقى مصانع دقيق السمك في موريتانيا بين طرفي هذه الثنائية في بلد تحتاج ترسانته القانونية في مجال البيئة إلى إعادة الاعتبار. لمن المحمد أحمد، نواذيب، قناة الوطنية. نشرة انتهت وتابعتم فيها مسيرات منددة بالمقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. المحكمة العليا ترفض طعنا تقدم به الحزب الحاكم في بلدية النعمة. رئيس حركة إيرا يتمسك باتهاماته للصحافة ويرفض الاعتذار. كما تابعتم في النشرة أيضا دقيق السمك صناعة رائدة في مدينة نواذيب. يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني info@aerobaselwatania.mr. إلى اللقاء.